رمضان الجاي اتمنى ان نيو لوك بتاع الجي او سي اللي احنا بنخطط لها تكون اوريدي توتالي امبلمنتد. اللي بتمناه ولادنا اللي بتخرجوا النهارده او اليومين دول الاسبوعين دول ان شاء الله كلهم بيتخطفوا لان هم بيلاقوا وظائف كويسه. يا رب دايما كده بكل صحه وسلامه ونتجمع دايما على خير وكل سنه نزيد وجي او سي تبقى كويسه ان شاء الله. السنه الجايه تبقى احسن واحسن واحسن. سنة انتم طيبين ورمضان كريم. اتمنى ان العدد ده السنة الجاية ان شاء الله يكون ضعفه. جماعة يا رب تكون دايما احسن وليا يا رب اخلص الماسترز. انا فرحان قوي بجي او سي وكل سنة وانتم طيبين وعبال كل سنة. ان شاء الله الدنيا تبقى حلوة ورمضان الجاي يبقى مستقبل احلى من رمضان ده. رمضان كريم.